فضيلة الشيخ، جئنا من بلاد بعيدة، أنا وزوجتي وأختي وابن عمي وزوجته، وسكنا في فندق في غرفة واحدة، ما الحكم في ذلك؟ نعم. يقول: جئنا من بلاد بعيدة، أنا وزوجتي وأختي وابن عمي وزوجته، وسكنا في فندق سكننا في فندق في غرفة واحدة، ما الحكم في ذلك؟ إذا كانت النساء على حدة والرجال على حدة، والنساء متسترات عن الرجال، الجلوس هذا في الجلوس، أما في النوم لا يجوز. النوم لا يجوز أن ينام الرجال والنساء غير المحارم في غرفة واحدة، لكن الجلوس والنساء محجبات لا بأس بذلك. نعم.